بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي. هنتكلم النهارده عن درس جديد من دروس مادة التاريخ، والدرس بعنوان الحياة العلمية وفنون العمارة. الحضارة الإسلامية والإسلام حث على طلب العلم، والإسلام دعا المسلمون إلى التأمل، وبدليل على كده إن أول آية نزلت في القرآن الكريم هي اقرأ باسم ربك الذي خلق، اللي هي سورة العلق، وده دليل ان الاسلام حث على طلب العلم وبرع المسلمون في كل وكافة العلوم الدينية والدنيوية. بينما في تلك الفترة اللي كان المسلمين فيها متقدمين، كانت اوروبا تعيش في عصور تسمى بعصور الظلام او العصور المظلمة، لانها كانت تعاني من تدخل الكنيسة في شؤون العلمية، كانت تعاني من تدخل الكنيسة في الشؤون العلمية، وتعاقب كل من يخالف افكار الكنيسة. يعني لو واحد من اوروبا في الفترة دي طلع واكتشف اي اكتشاف، والاكتشاف ده بيعارض الكنيسة، الكنيسة طبعا كانت بتتدخل وكانت تعاقب العالم ده حتى لو كانت اكتشافاته حقيقية. فكانت الفترة في العصور دي كانت عصور تنوير بالنسبة للحضارة الإسلامية، وكانت في نفس الوقت عصور مظلمة بالنسبة لأوروبا. بدليل على كده برضو جوستاف لوبون اللي قال أن الحضارة الأوروبية بتدين إلى الحضارة الإسلامية في حضارتها. هنتكلم وقبل أن نتكلم عن الحياة العلمية ومظاهر تقدم الحضارة الإسلامية في العلوم المختلفة، لابد أن نعرف مظاهر الاهتمام بالعلماء، ولابد أن نعرف المؤسسات العلمية في الدولة الإسلامية، وده موضوع حصتنا النهاردة إن شاء الله. مظاهر الاهتمام بالعلماء: تقاضى العلماء رواتب شهرية توفر لهم معيشة كريمة. تقاضى العلماء رواتب شهرية توفر لهم معيشة كريمة، حيث كانوا يعينون في المدارس ودور الحديث والبيمارستانات للمستشفيات، وكان بيخصص لهم من أوقافها رواتب. تقاضى العلماء رواتب شهرية توفر لهم معيشة كريمة. تخصيص أماكن في دور العلم للعلماء للسكن بها أو لاستراحة ما بين الدروس والصلاة، ووجد كذلك غرف لسكني الطلبة المغتربين. الدليل على كده وأكثر دليل شاهد وما زالت قائمة المدرسة دي حتى الآن، اللي هي مدرسة السلطان حسن في القاهرة. أكثر دليل تخصيص أماكن في دور العلم للعلماء للسكن، وأماكن أيضا للطلبة المغتربين زي مدرسة السلطان حسن. منح الخلفاء والسلاطين الهبات والعطايا للعلماء تشجيعا لهم على العطاء العلمي، زي الخليفة المأمون ما كان بيعطي وزن، ما كان العالم اللي كان بيترجم كتاب كان بيعطي وزن الكتاب ذهب لصاحب الترجمة أو صاحب الكتاب. منح الخلفاء والسلاطين الهبات والعطايا للعلماء تشجيعا على عطائهم العلمي، فكان المأمون يعطي وزن الكتاب المترجم للغة العربية ذهبا لمترجمه. توقير العلماء واحترامهم والحرص على أخذ مشورتهم، فكان معاوية بن أبي سفيان يحرص على أن يضم مجلسه العلماء وأصحاب السير، وكذلك فعل المأمون. لمظاهر الاهتمام بالعلماء. بعد كده هنتكلم عن المؤسسات العلمية في الدولة الإسلامية. العلم أو التعليم في عصر الدولة الإسلامية تطور سريع. العلوم بدأت بالعلوم الدينية، يعني بدأ المسلمون يهتموا بالعلوم الدينية لأهميتها في صدر الإسلام، ثم ما لبث أن اهتموا بالعلوم التجريبية، واهتموا بالعلوم التجريبية زي علوم الفلسفة وعلوم الكيمياء وغيرها اللي هنتكلم عنها في هذا الفصل. اهتموا بالعلوم التجريبية بداية من العصر الأموي، وكانت قمة الازدهار العلمي في العصر العباسي، خاصة العصر العباسي الأول، وقد ساهم في ذلك العديد من المؤسسات العلمية زي المسجد. المسجد مع تأسيس مسجد المدينة النبوية أصبح للمسجد دور علمي رائد، حيث تدرس فيه علوم، تدرس في المسجد القرآن وتفسيره والحديث وعلومه والفقه ومذاهبه، تدرس في المسجد القرآن وتفسيره والحديث وعلومه والفقه ومذاهبه. كانت الدراسة فيه في حلقات، مثل حلقة الإمام مالك في مسجد المدينة المنورة، حلقة الإمام مالك، وحلقة الإمام الشافعي في مسجد عمرو بن العاص في مصر، وحلقات العلم في مسجد سنكري بتمبكتو. حلقات علم، يعني كان المعلم يجلس في المسجد وحول طلاب العلم يجلسون في حلقة. والمرأة كان لها دور علمي أيضا في المسجد في التدريس كمحدثة وفقيها في العصور الإسلامية، مثل أم الدرداء صاحبة حلقة في مسجد دمشق،
في العصر الأموي. أم الدرداء كان لها حلقة في مسجد في دمشق في العصر الأموي، وكان الخليفة عبد الملك بن مروان يحترمها، وكان بتحظى باهتمامه وتقديره للست أم الدرداء. كذلك المحدثة زينب بنت أحمد المقدسي المعروفة ببنت الكمال، كان لها حلقة أيضا في المسجد الأموي بدمشق، وتتلمذ على يدها الإمام الذهبي. ده دور المسجد. أما دور الكتاتيب، عرفت الكتاتيب منذ بداية الإسلام وكانت تقوم بدور المدرسة الابتدائية حاليا، وهدف الكتاتيب تعليم القرآن الكريم وتعليم القراءة والكتابة وتعليم الحساب وتعليم الخط العربي والقصص. كان الخلفاء يحترمون المعلمين اللي هم المعلمين في الكتاتيب، وكانوا بينزلوا على آرائهم احتراما لهم وتقديرا وتقديرا لهم اللي هم علماء ومدرسين الكتاتيب. المدارس، المدارس نشأت في القرن الرابع الهجري، المدارس نشأت في القرن الرابع الهجري وازدهرت في القرن الخامس الهجري، وكانت مخصصة للتعليم العالي، وامتلأ العالم الإسلامي بالمدارس. بما تفسر تأسيس المدارس بسبب كثرة الحلقات في المساجد وازدحامها. الحلقات التعليمية في المساجد كثرت والمساجد ازدحمت، فتم تأسيس المدارس لهذا السبب، كثرة الحلقات في المساجد وازدحامها. ظهر التنوع في العلوم، العلوم وانقسمت المدارس إلى مدارس أهلية يقوم بها الأفراد والأهالي، ومدارس تشرف عليها الدولة. مدارس أهلية تشرف عليها الأهالي أو يقوم بها الأفراد، ومدارس تشرف عليها الدولة. ومناهج المدارس، تعدلت مناهج تلك المدارس، جمعت بين تدريس العلوم الدينية والعلوم الطبيعية كالهندسة والطب وغيرهما. أمثلة تلك المدارس: المدرسة النظامية اللي أسسها الوزير السلجوقي نظام الملك الطوسي، هي من أول المؤسسات العلمية النموذجية التي ظهرت في تاريخ الحضارة الإسلامية، المدرسة النظامية، والمدرسة المستنصرية، وكانت مخصصة للتعليم العالي. أخيرا المكتبات، عرفت الحضارة الإسلامية أنواعا متعددة من المكتبات. أنواع المكتبات: واحد، مكتبات المساجد اللي كانت بتلحق بالمساجد، النوع الأول حيث نشأت مع نشأة المدارس المساجد. المكتبات العامة اللي هي مؤسسات علمية يحفظ فيها التراث ليكون في متناول الجميع، مثل مكتبة بغداد اللي أسسها الرشيد هارون الرشيد وأكملها المأمون، لا مكتبة بغداد أو بيت الحكمة. مكتبات المدارس كانت ملحقة بالمدارس، مثل المكتبة الظاهرية بدمشق، والمكتبات الخاصة اللي كانت توجد في بيوت الخلفاء والأمراء والعلماء والتجار. الخلاصة، تعلمنا في هذا الدرس مظاهر الاهتمام بالعلماء، حيث تقاضى العلماء رواتب شهرية توفر لهم عيشة كريمة، وكان بيخصص لهم أماكن في دور العلم، ومنح الخلفاء والسلاطين الهبات والعطايا للعلماء، وتوقير العلماء واحترامهم والحرص على أخذ مشيرتهم. وعرفنا برضو المؤسسات العلمية في الدولة الإسلامية زي المسجد والكتاتيب والمدارس والمكتبات. دي الأسئلة. ومع نفهم نتعلم ببساطة.